بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير على مصر والمصريين، على ناسها الطيبين الجدعان في كل مكان، ملح الأرض ولاد النيل. صباح يوم جديد، صباح سعيد على حضراتكم بكل وعي وكل تفاؤل وكل عمل وإرادة نقدر إن احنا نبتدي يومنا. والحقيقة يمكن احنا مرينا بيومين مهمين جدا على كافة الأصعدة. الحقيقة يومين كانوا يعني أيام حافلة. الحقيقة مصر فيها عبرت الاستحقاق الانتخابي، وهو الاستحقاق لمجلس النواب، لطبعا يعني الغرفة الأولى التشريعية من هذا المجلس. والحقيقة على مدار اليومين دايما كما تعودنا ان احنا دايما واجبنا الوطني ان احنا نرصد مع نفسنا كم المشاركة وكم الوعي اللي كان عندنا في خلال هذه الفترة. والحقيقة يمكن لو يعني تذكرنا مع حضراتكم هنلاقي انه من 5 سنين ايضا يمكن كنا بدأنا هذا او هذه المسيرة من الديمقراطية، وكان عندنا مجلس نواب يمكن كتير من الناس ما كانتش متفقة عليه او ما كان الاراء كانت بتختلف، ولكن هي كانت خطوة من خطوات الديمقراطية اللي عندنا. وعشان كده دايما اقول ان الوعي هو من الحاجات المهمة جدا في هذه التجربة، ان هي بتخلينا نخطو الى النجاح، هي بتحقق لنا اهدافنا بشكل كبير جدا. كل الاستفتاءات وكل الاستحقاقات اللي بنمر بيها لازم دايما نكون مشاركين فيها، ودايما يكون دورنا واجبنا الوطني، ولاول مره يبقى فيه نوع من انواع المشاركه والواجب في نفس الوقت، بيجمعوا هذا الاستحقاق بيجمع ما بين المشاركه والواجب في نفس الوقت وفي ان واحد. وعشان كده دايما اقول ان وعينا هو يمكن معركه وعي، احنا في الوقت ده معركه وعي حقيقي جدا، لازم طول الوقت وعينا يبقى عالي. وزي ما دايما يعني سيد الرئيس والقيادة السياسية بتراهن على وعي الشعب في كافة الأصعدة وفي كافة الاتجاهات، وعينا هو اللي بنقدر من خلاله نتخطى أي تجارب، أي أزمات، أي يعني مؤامرات علينا سواء كان داخليا أو خارجيا. كمان عايزة بما أننا بنتكلم عن الحقيقة هذا الاستحقاق الانتخابي، احنا كمان اهتمام المصريين مش بس في الداخل انما كمان في الخارج، وكان عندنا اهتمام كبير جدا ومتابعة للانتخابات الرئاسية الامريكية وال 59 بالنسبة للانتخابات، وهي يمكن قد ايه فعلا اهتمامنا بيها مش عشان احنا معولين على طرف ضد طرف او مع طرف ضد الاخر، انما اهتمام مصر اصبحت النهارده دوله متزنه، دوله متقدمه، دوله يعني تملك من المقومات الكثير والامكانيات ايضا. لكن في النهايه مصر النهارده بتتابع وبتهتم، لان امريكا تعتبر هي من الدول اللي ليها تاثير كبير جدا على السوق الاقتصادي وعلى التاثير العالمي. وبنقول ان هي دوله مش في عمر التاريخ هي كبيره، انما دوله في عمر الديمقراطيه متاصله، وعشان كده دايما في اهتمام بيها مش بس من مصر انما من كل دول العالم. وزي ما شفنا انه الانتخابات انتهت على يعني فوز جو بايدن للانتخابات الرئاسية ورئيس 46 لأمريكا. عشان كده دايما نقول انه وعينا مهم جدا بكل ما يدور حولنا، لانه مصر بتعتمد مش بس على اشخاص انما تعتمد على ما هو اكبر من ذلك. مصر النهاردة وصل لمرحلة مهمة جدا مش عايزين نتنازل عنها ابدا. وليه بقول كده؟ لانه احنا النهاردة زي ما بنشوف هذا الفيروس اللي لا يرى بالعين المجردة بيجتاح العالم كله، ودول كتير جدا يعني تعافت منه ورجعت مرة تانية انتكست للأسف. فيجب ان وعينا النهاردة واننا مرينا بمرحلة لا بأس بيها، مرحلة مهمة جدا تعافينا والحمد لله العداد عندنا قلت بنسبة كبيرة، يجب علينا ان احنا ما نرجعش تاني ابدا، ونتمسك ب يعني المرحله الجميله اللي احنا وصلنا لها من الاستقرار ده. في دول للاسف النهارده بنشوف الاف مؤلفه فيها بشكل كبير، لانه هم رجعوا بقى عندهم ثقه ان هم يرجعوا تاني، ومفيش كمامات ومفيش التزام بالاجراءات الاحترازيه. ارجوكم تمسكم باجراءاتكم الاحترازيه. كان في الاستحقاق الانتخابي كان في التزام شديد، كان في يعني الأجهزة التنفيذية كلها كانت متكاتفة لوجود قد إيه أمان وأمن للمواطن المصري وهو نازل ينتخب. كان في قوات مسلحة، كان في وزارة الداخلية، كان في كمان تعاون مع وزارة الصحة لأول مرة منذ طبعا انتخابات مجلس الشيوخ والغرفة الثانية للانتخابات. فقد إيه فعلا كان في اهتمام كبير جدا على صحة المواطن. إحنا كمان مش محتاجين يبقى في رقيب علينا، لازم نبقى رقباء على أنفسنا، لازم نحافظ على صحتنا، مش عايزين بعد فترة نفقد حد من حبايبنا ومن أهالينا ومن أولادنا.
احنا يعني نملك اكيد كل واحد فينا يملك من احباب كتير، عنده الاب والام والاخت والاخ. مش بس كده، يعني لازم نحافظ على نفسنا ولازم نحافظ على اللي حوالينا بان احنا مجرد كمامه. الموضوع مختصر في ان احنا هذه الكمامه والجلوفز يبقى من الحاجات الاساسيه جدا في حياتنا عشان مصر ما تتراجعش ومصر ما نرجعش نقول احنا في ازمه ومحتاجين مساعده. احنا النهارده بنساعد دول كتير جدا، النهارده بنقف في المطارات عادي جدا بيعدونا بما اننا مصريين والحالات عندنا وصل الاستقرار، السياحه عندنا فيها انتعاشه، مش عايزين يجوا يقولوا لنا لا انت مصري انت عندك حالات، لا معلش ما اقدرش ادخلك دولتي، انا ما اقدرش اجي لك ولا اعمل لك سياحه لان حالات عندك بقت صعبه. مش عايزين نوصل للمرحله دي، عايزين نحافظ على ده لان مصر دايما هتفضل محروسه ومنصوره باهلها طيبين. كل الحب والسلام لمصر الحبيبه.